بسم الله الرحمن الرحيم. توفيق الدبابي مترشح على الدائرة الانتخابية مشرق الشمس. قدم البرنامج بتاعي كالآتي: العمل على بعث على توفير الماء الصالح للشراب بالعماد الضغط العالي، العمل على بعث مناطق سقوية، العمل على تعبيد المسالك الفلاحية بالعمادة، والعمل على بعث مكتب بريد بالعمادة، تمكين رخصة عمل لمركز الصحة الأساسية بالذواودة، تغيير السنف المعمول به لمركز الصحة الأساسية مشرق الشمس، العمل على التنوير العمومي حيث يتواجد السكان على مستوى الطريق المعبدة من الخيمة وصولا إلى ولاد عيسى، العمل على إحداث مكتبات بالمؤسسات التربوية، العمل على ربط أو إحداث الإنترنت كذلك بالمؤسسات التربوية، العمل على إحداث نوادي ثقافية، العمل على تسهيل عملية إسناد الأراضي الدولية لأصحاب الشهادة العليا، دعم الفلاحين والدفاع على مصالحهم والنظر في مراجعة أسعار الأسمدة والبذور والأدوية، العمل على تقوية شبكات الاتصال، دعم الجمعيات الثقافية بالعمادة، والنقل المدرسي والنقل العمومي. نحن نوجه بالله لكافة المواطنين للخروج للتصويت أكثر ما يمكن، باش نحاولوا الناس كل حتى ما يرغب في حتى حد يحط حتى ورقة بيد، المهم يخرج صوته.